لكن خلونا دلوقتي نروح يمكن لموضوع تاني مهم جدا جدا، مواضيع اللي يمكن بسطتنا قوي واحنا بنتكلم قبل الفاصل. صحيفة The Sun البريطانية نشرت تقرير بعنوان أين يوجد جو دافئ في يناير، وإيه أفضل الوجهات اللي فيها عطلات أو تقدروا أن أنتوا تقضوا فيها عطلات مشمسة في شتاء 2023. وطبعا كانت مصر والمدن السياحية المصرية متواجدة وبقوة على قائمة الوجهات السياحية اللي نشرتها الصحيفة البريطانية، وخاصة مدينة الأقصر اللي بتعتبر وجهة مفضلة عند البريطانيين. خلونا نشوف التقرير ده. مع انخفاض درجات الحرارة وتنظيم احتفالات عيد الميلاد بجميع دول العالم، وضعت صحيفة The Sun البريطانية قائمة بوجهات دافئة يمكن للبريطانيين قضاء عطلتهم فيها والاستمتاع بشمس الشتاء. الصحيفة كشفت أنه بعد انتهاء احتفالات عيد الميلاد يمكن أن يكون قضاء شهر يناير في المملكة المتحدة أمراً صعباً، لذلك يجب البحث عن أفضل وجهات لقضاء العطلات في شهر يناير. واستحوذت مصر على أولوية أفضل الأماكن في فصل الشتاء، خاصة أن متوسط درجة الحرارة في مصر 19 درجة مئوية، وتعتبر وجهة شهيرة للبريطانيين على مدار العام. ووصفت الصحيفة مصر بأنها مكان رائع للذهاب إليها والاستمتاع بشمس الشتاء، ومن السهل الوصول إليها، حيث إن الرحلة بالطائرة تستغرق حوالي 4 ساعات و40 دقيقة، مما يجعلها واحدة من الوجهات المفضلة. وسلطت الصحيفة الضوء أيضاً على محافظة الأقصر في القائمة باعتبارها وجهة مفضلة للأشخاص الذين يرغبون في تقليل بصمتهم الكربونية والاستمتاع بأجواء دافئة طوال فترة الأجازة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا شاذ لبيه. صباح الخير على الأستاذة بسام. صباح الخير على حضرتك. بكل تأكيد تقرير غاية في الأهمية، لأن احنا بندعم السياحة ومصر معروفة كويس جدا بشمسها، والعالم كله عارف شمس مصر بتكون عاملة ازاي في هذا التوقيت. ازاي نستغل هذا التقرير وده المهم؟ النهاردة يوم من أجمل الأيام، النهاردة يوم عيد الميلاد المجيد بالنسبة للإخوة الأصباط. النهاردة أول جمعة في سنة 2023، وإن شاء الله سنة 2023 تبقى سنة الخير كله لمصر إن شاء الله. اللهم أمين. فإحنا دلوقتي لما كنا في الورلد ترافل ماركت أطلقنا الترند بتاع ران تو إيجيبت، لأن فعلا طبقا للقانون دلوقتي في دول الاتحاد الأوروبي كله، يعني أنا كنت في إيطاليا البيت ممنوع يزيد درجة حرارته عن 19، هم كل البيوت عندهم هيتر، عندهم الغاز بيدفي، فكان الحكومة تطلق التدفئة إلى أن تصل لدرجة 19 بأقصى درجة، فكان أغلب الوقت دائما الهيتر مغلق وفي معاناة خطيرة جدا بالذات للناس كبار السن. فإحنا لما أطلقنا الترند بتاع ران تو إيجيبت دوت، إن هي مصر شمسها طبعا من أعظم الحاجات اللي موجودة واللي منصوح بيها، يكفي إنك تعرف إن الأقصر كانت من أفضل الوجهات السياحية والعلاجية للإنجليز، والدليل وجود لورد كارنارفون اللي هو كان بيشكو من بعض المتاعب الصدرية، فجاء عاش هنا، فلما جاء عاش هنا تعرف على هوارد كارتر وبدأوا في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وتم اكتشافها سنة 1922. فالترند بتاع ران تو ايجيبت، تعالوا لمصر او اجري على مصر او اهرب لمصر، ان هو يجي يقعد عندنا شهر كامل او شهرين في العين السخنة، في مرسى علم، في الغردقة، في شرم الشيخ، في الأقصر، في أسوان. ده الرئيس السادات كان طول الشتاء موجود في أسوان. فالحمد لله ربنا أنعم على مصر بنعم كتير، ينقص بس احنا عندنا الاهتمام والدعايه الكافيه. بالظبط، عايزه بقى اتكلم مع حضرتك على النقطه دي. The Sun يمكن من المواقع والجرائد ليها الفانز بتوعها او ليها متابعيها، المقالات بتاعتها مهمه جدا جدا بيتابعها العالم كله. فالنهارده ازاي نقدر نستخدم هذه المقاله في الترويج للسياحه المصريه في وجهه نظرك؟ طبيعي ان احنا عندنا هيئه تنشيط السياحه، وهيئه تنشيط السياحه تعاقدت مع شركه يقال انها شركه امريكيه للتسويق السياحي المصري، احنا لم نرى منها شيء حتى الان، نتمنى ان هي تركز
وانها تبتدي في حملات تنشيط السياحه. وانا من وجهه نظري الشخصيه ان تنشيط السياحه يبدا من الداخل. انا لما احسن هنا الخدمه السياحيه واحسن تجربه السائح وانشر التجارب الشخصيه للبلوجر زي ما حضرتك بتقولي، لان دلوقتي الدنيا اختلفت، بقى فيه متابعين وبقى فيه بلوجرز وبقى فيه ناس كتير جدا يحبوا يشوفوا تجربه غيرهم عشان يتشجعوا ان هم يجوا. لما انا احسن هذه التجربه السياحيه بنزول القيادات بانفسهم. ما ينفعش ان انا ابص الاقي خان الخليلي والازمات اللي موجوده فيها او اي حد مكان زي منطقه الهرم ولا نجد لها حلول، فلازم نجد الحلول ونبدا من الداخل نكتسب الخارج. طيب لكن انا لو عايزه اخاطب السايح بره اعمل ايه؟ لو عايزه كمان ابعد عن يعني عايزه اكلم السايح البريطاني مثلا اعمل ايه؟ السائح البريطاني انت طبعا كان عندنا ومباريات كاس العالم عندك محمد صلاح. لو عايزه تناقش السائح البريطاني زي ما بيعمل اعلان لاحدى الشركات بتاعه الاتصالات اخليه يعمل اعلان لمصر، اخليه دائما في كل ماتش هو بيلعبه وكل الناس بتتفرج عليه يبقى ترند بتاع مصر، لأن محمد صلاح له مكانة في قلوب الناس. فأنا إذا ما كنتش أستغل إمكانياتي اللي موجودة في لاعب من ضمن اللاعبين العالميين اللي موجودين دلوقتي هيبقى طبعا تقصير مننا. أكيد. طيب أستاذ مجدي، حضرتك شايف إن احنا نعتمد على المشاهير، نعتمد على الانفلونسرز على المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولا نقوم بزيارات رسمية من وفود من هيئة تنشيط السياحة لهذه الدول؟ احنا طبعا حكاية ان احنا نعمل الحملات وان احنا نقوم ونعمل روتشو والكلام دوت في الاماكن دهية، ان احنا نروح نقول لهم ايه اللي موجود عندنا. الدنيا دلوقتي اختلفت. كان الروتشو بنعمله عشان ما كانش فيه وسائل التواصل الاجتماعي. دلوقتي العالم كله بقى قريه واحده، فعشان كده انا بقول انا بستغل العالم كله دلوقتي بيستغل الترندات اللي موجوده، وانا بستغل ترند من الترندات اللي موجوده وفي نفس الوقت بتواجد باشكال مختلفه. بفتح عندي هنا تصوير الافلام، بفتح عندي هنا الحفلات. انا ما كانش عندي قوه في حفلات راس السنه زي بقيه العالم. انا عندي منطقه زي منطقه الاهرامات دي لو اقمنا فيها حفله واحده اسبوعيه لفرقه عالميه العالم كله، كل دوله هتيجي تتفرج على فرقتها هنا اذا كان عرب ولا اجانب. انا الى الان لم استغل القلعه، الى الان لم استغل قصر محمد علي، الى الان لم استغل قصر المانيال. الدنيا عندي جامده وكبيره ورهيبه جدا، وعندي مساحات للاستغلال وللتسويق خطيره جدا. الاهتمام داخليا بيها وبعد كده تسويقها خارجيا، ده هيكون مهم جدا عن طريق الآليات الحديثة للتسويق واستغلال الأحداث الهامة جدا في العالم إن أنا أبقى متواجد فيها. طيب يعني عايزة أقول حاجة دلوقتي، السائح اللي بيجي من بره لو بنتكلم على الشتاء، مين أكتر الجنسيات اللي بتيجي في الشتاء وإيه الوجهات أو الوجهات اللي بيروحوها السياح؟ لو اتكلمنا عن الأقصر، البحر الأحمر، إيه كمان؟ طبعا انت عندك طبعا الجنسيات القريبه من اللي احنا بنشتغل عليها بقوه اللي هي دول الاتحاد الاوروبي. احنا عندنا 47 دوله محاطه بها مصر وقريبه مننا، اللي هي حضرتك زي ما قلت كده درجه الحراره عندنا كويسه، قرب الطيران 3 ساعات طيران، عنده الدنيا برد وثلج، وصل بس لقى عنده شمس وبحر جميل ويقدر ينزل. احنا بنتكلم النهارده درجه الحراره 20 في القاهره، يعني درجة حرارة مثالية في يناير بصراحة. في أسوان هتبقى كام؟ 24 حقيقي. هتبقى في الغردقة، هتبقى في مرسى علم، هتبقى في شرم الشيخ. ده أنا في شرم الشيخ بيصوروا نفسهم وبيقولوا نحن في يناير في المية، وبيبعتوا صورهم للخارج. فعشان كده احنا عايزين ان احنا نبتدي نسوق اكتر ونظهر اكتر الجمال والنقاط اللي عندنا، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا
نخلي تجربة السائح حلم وخيال، وتجربة السائح هي بتبتدي من ساعة وصوله إلى أرض المطار إلى ساعة خروجه من المطار. في طبعا عندنا احنا عندنا كبعض شركات السياحة في عندنا بعض الحاجات اللي بنتكلم فيها، فعايزين نلغي جميع الحاجات اللي هي تقدر تؤدي لمعوقات في رحلة السائح، وإن شاء الله مصر هتفضل طول عمرها حلم. هي حلم ده الناس بيبقوا يعني، كان في واحدة أمريكية كان عندها مرض السرطان قالت أنا قبل ما أموت نفسي أزور مصر، نفسي أشوف الهرم. وجابوها فعلا وقعدت وشافت الهرم، وكان بالنسبة لها تحقيق الحلم من ابنها، والدولة هنا عندنا رحبت بها، فكان شيء جميل جدا وله مردود. وأنا زي ما بنقول كده الأسواق بتاع دول الاتحاد الأوروبي مش عايزين هي الوحدات اللي نعتمد عليها، لأن احنا عندنا طبعا أسواق تانية مفتوحة. فإذا كان في بعض الأزمة الأوكرانية الروسية الموجودة دلوقتي، مع أنها ما أثرتش كتير على السياحة، ليه؟ لأن في دول الاتحاد الأوروبي منعت دخول بعض الروس وكتير من الروس لتأدية السياحة الشتوية بتاعتهم في دول الاتحاد الأوروبي، فبدأوا يتوجهوا إلى تركيا وبدأوا يتوجهوا إلى دبي ودول أخرى قريبة. لازم ناخد حقنا من هذه الطرفة بتاعت الروس الأغنية اللي ما راحوش أوروبا في هذا العام، ونركز أكتر على الحفلات. ويمكن ده هيحصل يا أستاذ مجدي، ده هيحصل بأنه لسه من كام يوم كان أو انتشر فيديو عن سائحتين من أمريكا، هما الاثنين كانوا عندهم تجربة في الشوارع المصرية في القاهرة، وابتدوا يتكلموا عن إيجابية التجربة دي، وأنه إزاي يمكن الميديا عندهم أو الإعلام عندهم بينشر صورة يمكن مش حقيقية عن اللي هم حضروها هنا. وده اللي احنا عايزين بقى نركز عليه، فيديوهات زي دي إزاي نقدر ناخدها تاني نعيد نشرها ونعمل لها بوستنج عشان توصل لأكبر عدد من الناس، لأن هي ناطقة بلغتهم ومنهم هم. كل الشكر ليك الأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، شكرا ليك يا فندم.